جوية. خلينا نتابع تصريح للسيد كامل الصغير وهو يعترف بأن اتحاد الكرة يتحمل مسؤولية حبس صباح رضا وستار زوير. قضاءنا قضاء عادل، قضاء كبير ويرحم يعني بالأمور القضائية، وتعرف احنا مناس مو قضاة، بس قضاءنا عادل، القضاء العراقي يعطي، واعتقد ما كفت شيء اليوم القضاء ينطي قرار يعني اذا مو هو مطمئن به، لان القرار العراقي قرار كبير وقرار عظيم بالنسبة لهم. كل القضاة اللي موجودين كل ناس محترمين وقرارهم هم اعرف به احسن من عندنا يعني، وان شاء الله احنا علينا اكو تمييز. جو ولده يستفسرون، ولده ولد عمه طبعا من حقهم يستفسرون الاتحاد شنو خطوات الاتحاد، بعدين جاي يواجهون ابوهم، اعطيناهم الخطوات مال الاتحاد. احنا كاتحاد ما راح نتخلى عن موظفيننا اطلاقا نهائيا. من يتحمل ما جناه صباح رضا وستار زوير بصراحه؟ احنا اتحاد القدم. تعرف ليش؟ احنا لازم نكون شجعان، بس احنا يعني مع كل اسف احنا اكو امور مخفيه كانت، كان يبلغونا بكل صغيره وكبيره خاطر نعلم نقدر نوقف اكو هواي امور هسه تجي، يعني خاطر في سبيل نمشي الامور، ما لا هم يتاذون ولا فلان يتاذي. الكل يتساءل رئيس الاتحاد الملا وين عن هذا الدعم؟ لا موجود، راح يداوم ان شاء الله. داوم عنده كان مشاغل، عنده اجتماعات، عنده واي امور بالاتحاد الاسيوي والاتحاد العربي زامنت مع القضيه حقيقه. فاحنا هم نقبل الرجال راح يمارس عمله. ما ممكن انه يترك مصير موظفين اثنين، لا موقف لا. لا رجال يعني رجال هو راح، قلت لك كان بقطر وجهه وراح يمارس عمله، واحنا ما نتركهم طبعا لحتى اللحظه ما نتركهم.